بداية الماتش، ويمكن انا حد من الناس اللي كنت مع يعني مش هقعد اشوف، لان انا ما بقدرش الحقيقة ان انا اتابع المباراة كاملة علشان التوتر الرهيب اللي بيحصل، وخاصة لما بيكون منتخب مصر. لكن في اول 3 دقائق وبعد اول يعني ضربة جزاء للمنتخب المنافس، وكنا كلنا قلقانين، ويمكن اقاويل كتير بدأت الناس كلها تكلم بعضها وتقول هيحصل وهيحصل، مش هنقدر، يا ترى هنشوف ماتش فعلا ولا لا، وهتحول الماتش لانه يبقى كله مهاجمة ودفاع ومش عارفين هنوصل لإيه. لكن الحقيقة المنتخب المصري يعني فوق كل التوقعات، وادانا كورة حلوة جدا، مباراة في مشاهدتها كانت رائعة. والناس صحيح التوتر أكيد كان مسيطر على الناس، لكن كلهم بدأوا بعد أول كام دقيقة يثقوا بشكل كبير جدا، وحاسين قد إيه المنتخب قادر إن هو يلعب ويستحوذ على الكرة، وعايز وعنده هدف وعنده إرادة قوية جدا لإنه يكمل للآخر، وإنه إن شاء الله هيقدر يكسب الماتش. وده اللي حصل الحقيقة. فبجد تحية ليهم كبيرة جدا على الإرادة القوية اللي قدروا يلعبوا بيها، وعلى الفوز الجميل اللي حققوه. ودايما بندعي لهم أكيد إن هم ربنا يكرمهم ويكملوا على خير. وأكيد شفنا مع بعض بقى شوية إصابات وشوية حاجات كده، فإحنا لازم طبعا يكون معانا الناقد الرياضي عصام شلتوت. أستاذ عصام لسه مش معانا. طيب احنا عامة عايزين نعرف طبعا منه اكتر عن الاصابات اللي حصلت، ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، مين اللي هيقدر يكمل ويخش معانا يعني الماتش اللي جاي ده. في ناس طبعا قلقانة لانه اصابة ابو جبل الحارس الثاني بعد اصابة الشناوي، وهل هيلحق الشناوي ولا لا ان هو يبقى موجود. واكيد كل التوفيق لكل الناس اللي هتبقى موجودة، وكلنا عندنا ثقة كبيرة في اي حد هيقدر ان شاء الله يبقى مكان في اي حد من اللعيبه اللي اصيبوا، وبنتمنى اكيد الشفاء لكل اللعيبه. لكن كان في سؤال كده الناس كانت بدات تسال، هل الاصابات المتكرره دي ليها علاقه بشيء معين؟ هل في حاجه معينه عند اللعيبه حصلت علشان خاطر يحصل لهم كده؟ هل التدريب مثلا في ظروف صعبه؟ هل المتوشه برضو ورا بعض والضغط اللي حاصل، هل ده كله ليه تاثير ولا لا؟ اكيد احنا طبعا يهمنا ان احنا نطمن عليهم ونعرف اكتر. كمان الناس كلها كانت مبسوطه جدا طبعا باداء الكابتن الكبير محمد صلاح، اللي احنا كلنا فخورين بيه وفخورين ان هو بيمثلنا دايما وموجود معانا بيشاركنا، وقد ايه الروح الحلوه اللي كانت موجوده والمشاركه الرائعه والهدف الجميل. فطبعا كلنا بنبقى سعداء جدا ان هو معانا، وانه الاداء ده حصل في الفتره اللي فاتت، ودايما ان شاء الله مستمر معانا باذن الله. معانا الناقد الرياضي استاذ احمد شوقي، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. عايزين حضرتك تكلمنا عن يعني اداء المنتخب امبارح. طبعا اداء المنتخب امبارح، طبعا قبل اي حاجه طبعا لازم نبارك للشعب المصري طبعا على تأهل نصف نهائي بطوله افريقيا. يمكن طبعا المنتخب المصري كعادته هو سيد القاره، يمكن حصل تراجع في السنوات الاخيره. طبعا المنتخب ما حققش اللقب من 2010 على الرغم ان هو كان وصل النهائي في 2017، لكن في الاخر الاداء اللي قدمه منتخب مصر امبارح هو انعكاس طبيعي لشخصيه المنتخب المصري، ان هو يعتبر حتى برغم الكلام اللي اتقال قبل البطوله ان هو خارج الحسابات او ان هو مش من المرشحين للقب، لكن هو مباراه بعد الثانيه بياكد ان شخصيه المنتخب المصري وتاريخه لازم يفضل مكمل في البطولات الافريقيه، ويقدر ان هو ينافس لحتى اخر مدى. وهو المنتخب خلاص وصل لقبل النهائي، عنده مباراه صعبه طبعا قدام الكاميرون المباراه الجايه، لكن في الاخر المنتخب امبارح قدر انه ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وهو تذكره التاهل. يمكن البعض شايف ان المباراه كانت مباراه عصبيه، لكن المنتخب المصري قدر بقياده كارلوس كيروش برغم من البدايه اللي كانت زي ما بيقولوا بدايه كانت كويسة صعبه جدا بحيث شباك المنتخب بهدف، لكن المنتخب قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراه، وهو تذكره التاهل، وقدر خلال المباراه انه يبان ان هو الطرف الاقوى على الرغم من المنتخب المغربي هو افضل منتخبات البطوله قبل هذه المباراه، لكن